مرحبا من شاعر من بعد ما صدر قراره ما يجيب إلا البيوت النادرة الصرمية يا خدم من الحر الأشقر صم له بس جسارة تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02. مرحبا من شاعر من بعد ما صدر قراره ما يجيب الا البيوت النادرة الصيرمية. للتواصل 05-333-48-02. اسمع اسمع يا خذ من الحر الاشقر صم له بس وجساره من بنات الريح كروف الردفع معنوية اللزوم الكفر ما يسوق الاعتذار يتريقت بالمنابر والصفوف الاولية والكفو عندي وانا بنفهد قدره واعتباره والله اني لمدحه في صبح ولا في عشر وان مدحت الكفو راع الطيب ما فيها خساره دام صيد فالحجاج ودمه من العسل مثل بالغضيب والقلب سهل عاره والله نعمة الفيرة الكفر فالهادمية يا ابن راضي شيختك ما هي بحيلة واستعارة شيختك من طيب ابوك ونعم فيه وفي ذوية اللزوم الكفر والله ما يسوق الاعتدارة يتريقد من المنابر والصفوف الاولية من مدح في عيش بين الناس ما ينقص وقارة والله ان مدحك مثل ولك سم يا ابن راضي وعدلي راس المنارة انت رمت معتبر يا ذيب لم حقن علي والله انك يا ابن راضي والله انك بصدارة بالتجيرتك مكسب وجارك يا الكفود حسن جوارة مكلمة بالعود الازرق والشحم والشادلية اللزوم الكفو والله ما يسوق الاعتذار لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02. مرحبا من شاعر من بعد ما صدر قراره ما يجيب إلا البيوت النادرة الصيرمية مرحبا من شاعر من بعد ما صدر قراره ما يجيب إلا البيوت النادرة الصيرمية اسمع اسمع يا خذ من الحر الأشقر صم له بس وجساره من بنات الريح كروف الردفع معنوية اللزوم الكفو والله ما يسوق الاعتذار يتريقد بالمنابر والصفوف الأولية والكفو عندي وانا بنفهد قدره تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح
صباح العروس لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02. لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02. عينتك مكسب وجارك يا الكفو تحسن جواره، مكرمه بالعود الازرق والسحب والشادليه. اللزوم الكفو والله ما يسوق له اعتذار، لتنفيذ جميع الشيلات والزفاف بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل.